ووصلنا دلوقتي اللي فاكركم الصحافة العالمية، حيث كان هناك العديد من الأحداث أبرزها أكيد صفقة نيمار اللي سلطت الصحف الإسبانية الضوء عليها بشكل كبير جدا، فضلا على ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان ومصيره مع الفريق الإيطالي. كما تحدثت الصحف أيضا عن أزمة ريال مدريد خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد التعادل في الجولة الثانية أمام بلد الوليد، وحيث لم يستغل الفريق الملكي تعثر برشلونة في الجولة الأولى من أجل توسيع الفارق فيما بينهما أكيد، وهم المتنافسين في الدوري الأسباني. خلينا نبدأ فقرتنا بالصحف الإسبانية اللي نشرت صحيفة ماركا الإسبانية على غلافها الصادر اليوم صورة كبيرة للنجم البرازيلي نيمار دي سيلفا لاعب باريس سان جيرمان، وكتبت عليها حلقة جديدة من مسلسل نيمار، برشلونة يقترب حاليا من الصفقة. وتحدثت الصحيفة عن موقف ريال مدريد وكتبت 305 ملايين يورو إجمالي تعاقدات كل هذا، ولم يزل الشكوك قائمة ولم يبعث بطمأنينة لدى جماهير أكيد الملكي، بإشارة إلى جماهير ريال مدريد اللي لسه لم تطمئن في ظل كل هذه الصفقات والأرقام الكبيرة جدا في موسم انتقالات الخاصة بريال مدريد. أما عن صحيفة الإس الإسبانية اللي ركزت على نيمار أيضا وصرحت في عددها وقالت نيمار على صفيح ساخن، هو مسؤول برشلونة يعلقون لا وجود الاتفاق ولكن نأمل لحسم الصفقة. كما اهتمت الصحيفة بموقف ريال مدريد وأوضحت أن مهاجم الفريق الدولي كريم بنزيما سجل 59% من الأهداف منذ انعاد زين الدين زيدان لتدريب الفريق الملكي مرة تانية. أما عن الصحف الإنجليزية واللي اهتمت الصحيفة الإنجليزية في عددها الصادر اليوم عن قضية إغلاق فريقين في إنجلترا بعد انتهاء المدة القانونية المتاحة أمامهم لإيجاد مالك ملاك جدد، وخصوصا فريقي بيري وبولتون. وصحيفة ميرور ركزت وألقت الضوء على قتال الأندية من أجل البقاء بيري وبولتون أمام حصرة جماهيرهم في لحظات حديثة للغاية لغلق هذه الأندية، والأندية دي لو حاب ترجع مرة تانية هتبتدي من الدوري التاسع أو الدرجة التاسعة زي ما احنا بنقول عشان ترجع مرة تانية لمنافساتها في الدوريات الإنجليزية. خلينا نروح للصحف الإيطالية، وركزت الصحيفة الإيطالية كوري دي لو سبورتس على مستقبل المهاجم الأرجنتيني إيكاردي لاعب فريق إنتر ميلان، وعنونت ضائع بعدما اقتربت إدارة نابولي من التعاقد مع المهاجم الأسباني يورينتي وعدم تحريك مسؤول نادي يوفنتوس لضمه.